السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة روحية العسوي، أستاذ الغدد الصماء والسكر، كلية طب جامعة اسكندرية. هنتكلم النهاردة على حاجة اسمها البيتيوتر هيمورج. البيتيوتر هيمورج اللي هو نزيف الغدة النخامية. الحقيقة نزيف الغدة النخامية دي بتعتبر حالة طوارئ، حالة طوارئ يعني حالة emergency، حالة محتاجة تدخل سريع جدا جدا جدا، لأن لو ما أنقذناش العيان هيروح مننا على طول. فدايما نبقى عارفين إن مريض الغدة النخامية اللي عنده ورم في الغدة النخامية لو دخل في غيبوبة مرة واحدة نحط احتمال النزيف في الغدة النخامية. ده بجانب طبعا الأسباب التانية للغيبوبة، يعني مثلا المريض بتاع الغدة النخامية ده عنده سكر، ممكن تكون غيبوبة سكر، واحنا عارفين أنواع غيبوبة السكر ثلاثة، زيادة يعني في السكر، ارتفاع في السكر، ارتفاع في السكر والكيتون، أو انخفاض في السكر، أو في حاجة تانية اسمها لاكتيك أسيدوسيس كوما، يبقى دي رابع نوع. يبقى عارفين إن هو معرض للغيبوبة نتيجة تبقى يا إما نزيف في الغدة النخامية، يا إما نتيجة غيبوبة سكر، يا إما أي سبب تاني يسبب الغيبوبة. لكن لازم نحط في دماغنا دايما إن احتمال إن هو يحصل نزيف في الورم نفسه ده قائم، يعني مرة واحدة بيحصل. إن إيه اللي بيخلي بيحصل نزيف في الغدة النخامية؟ إن الورم نفسه بيكبر قوي. طب ما بيكبر قوي يبقى كمية الدم اللي وصله مش كافية، يبقى هيحصل إيه؟ هيحصل له زي حاجة اسمها انفاركشن. انفاركشن يعني نقص في كمية الدم اللي وصله له، هتبتدي الخلايا تموت، الخلايا تنزل يبتدي فيها نزيف داخلي، هيكبر الحجم قوي. لما يكبر الحجم قوي هيضغط على الخلايا اللي حواليه. أول خلايا بتتأثر هي الخلايا اللي بتطلع الهرمون اللي بيأثر على الغدة الجار كلوية. يبقى أول هرمون هينخفض اللي هو الكورتيزول. عشان كده البيشنت هيحصل له بيقولوا كولابس. كولابس يبقى ضغطه هينزل والسكر بتاعه هينزل وهينخفض وهيدخل في غيبوبة على طول. في الحقيقة الحكاية دي سهل جدا علاجها، لكن عايزة تدخل سريع جدا جدا. يعني في الحال لازم يتعمل له أشعة بالكمبيوتر أو رنين مغناطيسي، ويتدخل الدكتور المخ والأعصاب ويشفط الدم ده اللي هو النزيف اللي حصل في الغدة. لو حصل كده البيشن أو المريض ده هيخف وهيرجع كويس تاني. ده بالنسبة لنزيف الغدة الدرقية النخامية. لكن الحقيقة هم قالوا لي برضو ان احنا في حد عايز يسمع حاجة على التسمم او زيادة نشاط الغدة الدرقية. الحقيقة دي حالة شائعة جدا جدا جدا، اللي هم زيادة نشاط الغدة الدرقية. زيادة نشاط الغدة الدرقية مش شرط الغدة تبقى زايدة قوي، او اخدين بالنا، ممكن او تزيد بطريقة ان احنا ما نلاحظهاش، ممكن قوي يكون فيها فص بيزود بيطلع هرمون اللي هو الثايروكسين اللي هو بتاع الغدة الدرقية. ممكن تكون نتوءات فيها او كتير او فصوص كده بنقول عليها اللي هو المالتي نودولار جويتر. ممكن تكون حاجة اسمها ادينوما زي ورم حميد بيطلع الثايروكسين. لكن اهم اعراض الغدة اللي هي زيادة نشاط الغدة الدرقية اللي هو ساعات بيقولوا عليه تسمم في الغدة الدرقية، بيبتدي المريض يخس قوي قوي. لا بعد كده بتلاقيه في نفس الوقت بياكل كتير جدا، بيبقى مستعجب. طب انا باكل، طب انا بخس ليه؟ بعد كده بيبقى فيه عصبيه جامده قوي، بيبقى عصبي وممكن يزعق، ممكن بتوصل لحالات مانيا يعني جنون. بس لكن دي مش كتير، مش شائعه قوي، لكن ممكن تحصل. ممكن كمان بيبقى عنده رعشه في ايديه وفي رجليه، تبص تلاقي يمسك حاجة إيده تترعش. ده بالنسبة دي حاجة كمان مهمة قوي قوي، العرق الشديد جدا. يعني مثلا لو لقينا العرق ده في الشتاء مثلا، ما بيبقاش حد بيعرق كتير في الشتاء، لكن في الصيف قول كلنا بنعرق وممكن لكن العرق بيبقى زايد عن اللازم. ده بالنسبة زيادة العرق. طبعا ليه؟ لأن كل نشاط الجسم متأثر، كل نشاط الجسم زايد، معدل الحرق زايد. ها
ده عشان كده بيبقى المريض ده وزنه بيقل. بعد كده احنا لكن هي طبعا بالرغم ان هي شائعه جدا لكن تشخيصها سهل جدا. العلاج بتاعها بينقسم الى ثلاث انواع، يا اما بالادويه يا اما بالجراحه يا اما باليود المشع. طبعا كل حاله لها دواعيها، يعني مثلا اليود المشع ما اقدرش استعمله في واحده حامل، ها ما اقدرش، ممنوع. وبعدين لو واحده مثلا عايزه تحمل ما اقول لها وهي عايزه تاخد يود مشع، اقول لها ما تحمليش الا بعد 6 شهور على الاقل. يعني احنا بنقول لهم 6 شهور لكن انا بحب ان يبقى على الاقل سنه. يعني لو واحده وقبل، لو واحده عندها تسمم في نشاط الغده او زياده في نشاط الغده الدرقيه، المفروض ان هي قبل ما تتجوز حتى تبتدي تنظم نشاط الغده. وده مش صعب يا جماعه، وما نتخضش قوي ان واحده عندها غده وهتتجوز او واحده عندها غده وحملت. كل حاجه لها حل وكل حاجه لها علاج باذن الله. يعني مثلا في اللي ماشي على علاج للغده الدرقيه وماشي عليه فترات، المفروض ان العلاج بتاع الغده الدرقيه لو بداناه ما يقفش قبل 6 شهور لسنه. طيب واحده محتاجه تمشي اكتر تمشي اكتر، لكن لو حملت هنضطر نغير العلاج اللي هي ماشيه عليه لعلاج يتناسب مع الحمل، فما نقلقش وكل حاجه لها علاج ان شاء الله. طيب الغده كبرت قوي قوي وضغط على الحنجره وعلى التراكيه اللي هي وضغط على حاجات على الرقبه وكده، ممكن قوي نلجا للجراحه. فمن الحاجات اللي احنا بنعالجها بالجراحه غالبا اللي يبقى فيه المريض مش متاقلم مع العلاج، مش قادر ياخده بانتظام، مريض مهمل مش اخد باله ان لازم يتاخد العلاج في ميعاده، مريض مثلا عنده ابتدى يجيله حساسيه من الادويه، ابتدت مثلا كرات الدم البيضاء تنزل جامد قوي قوي. فهي دي الحاجات اللي احنا بنلجا ليها للجراحه. المريض بتاع الغده الدرقيه لازم يعمل اشعه تلفزيونيه، لازم ضروري اشعه تلفزيونيه. والحقيقه الاشعه التلفزيونيه بتغني عن الرنين والمغناطيسي وبتغني عن اللي هو الام ار اي اللي هو الرنين، وبتغني عن اللي هو الاشعه بالكمبيوتر. يعني بالنسبه للغدد النخاميه غير اي غدد الدرقيه غير اي غدد، احنا عندنا الالترا ساوند هي اللي معتمد عليها في التشخيص. بعد كده بعد الالترا ساوند ممكن لو اي حاجه تانية ممكن نعملها، نعمل الثايرويد فانكشن، نعمل اللي هي نسبه الهرمونات في، وطبعا نعمل تي اس اتش والفري تي 3 والفري تي 4. الاول كنا بنعمل التوتال يعني الكلي، لكن دلوقتي احنا بنفضل ان احنا نعمل الفري تي 3 والفري تي 4، لان الفري الثايروكسين نفسه اللي هو الهرمون نفسه بيعتمد اعتماد كبير على البروتينات الموجوده في الجسم، والبروتينات الموجوده في الجسم دي في حاجات كتير قوي بتاثر عليها، منها بعض الادويه.